وصلنا لغايه فين بقى؟ تقوم الوحدات الصحيه المنتشره في انحاء البلاد بمراقبه الحوامل كل واحدة وتلجأ كل يعني وقفنا هنا يا أستاذ. وكل واحدة لمراجعة كما قلنا من قبل عشان أقرأ صح. أي أنا بقرأ، أنا هقرأ يا أستاذ، بس أنا بقرأ وبرضو عندي أخطاء إملائية، برضو بقرأ وعندي أخطاء إملائية في الكتابة. ليه بقى سعادتك؟ لأن أنت ما بتقرأش بطريقة إملائية. عشان أكتب إملاء صحيح لازم أقرأ قراءة الفكرة خالص يا إملاء. أستاذ، نعم نعم يا أستاذة مهل، مش سامع حاجة من الأستاذة مهل. اقفل المايك بتاعك يا أستاذة مهل. تمام، عشان أقرأ قراءة، عشان أكتب إملاء صحيحة لازم أقرأ قراءة إملائية. ما هي القراءة الإملائية؟ إن أنا أولاً لو أنا هقرأ أهو بقى، هقرأ هنظر للكلمة وأشوف أركان الكلمة. لو الكلمة فيها لام شمسية ما انطقش اللام. طب لو الكلمة فيها مد ما انطقش المد وأطول الحرف اللي قبل المد. لو الكلمة فيها حرف ساكن أقرأ الساكن مع اللي قبله. طب تمام، انا شفتها اهي ولقيت فيها الحاجات دي، ابي اقراها. ما انا قسمتها بقى، الساكن مع اللي قبله، المد مع الممدود، المتحرك وحده. هناخد الكلمه هنا بتقول ايه؟ بيقول ايه؟ لمراجعه. ده انا مش هقرا كده، ده انا هسمع. تمام، سمعت اهو، لمراجعه، لمراجعه، لمراجعة. 5 مقاطع صوتية. 5، أيوة 5. 5 مقاطع صوتية. أول مقطع إيه؟ بص، ليه يبقى لا، مش ليه تعمل لي مد بالياء، مش كل حرف مكسور تعمل لي بعديه ياء، كل حرف مضموم لا. أهو شوف، ما عشان كده أنت بتغلط ليه؟ وانت بتقرا ليه؟ لا، انت ما تقسمش الكلمه اصلا مقاطع في الاول. فبتقول ايه؟ لمراجعه، تاخد على طول الكلمه من الاستاذ، لمراجعه، مراجعه، وتعجن لي الدنيا عجنه بيضه وتطلع كلها 50 حرف وتطلع الكلمه كلها غلط. ليه سعادتك؟ عشان سعادتك ما قسمتش الكلمه لمقاطع صوتيه وعرفت الكلمه فيها مد بايه. اهو احنا بنقرا كده بقى، لما تقرا بهذا الشكل، وقراءتك بهذا الشكل اللي هو اقرا قراءه املائيه، والله ما هتغلط في ولا حرف ولا حرف، وانا اقسم لك بالله. تمام، انا ايه اللي خلاني اكتب كده وغلطت؟ عشان انا سمعت الكلمه وعلى طول بالقلم شغال. ايه يا عم، ايه اهدى عليك، واحده واحده. طبق امامك، صح امامك، الاكل اهو بتاخد، والله انت بتاكل بالملعقه، واحده واحده. لا اله الا الله. طب ما الكلمه برضو خدها واحده واحده كده، ما تستسهلش الشيء، ان استسهلت الشيء يغلبك اصلا. فانت استسهلت الكلمه عالي، يلا اهو طلعت غلط. لا لا لا، انا سمعت اهو، لمراجعه. قبل ايدي ما تمسك القلم احدد الاول هي كم مقطع صوتي وفيها مد ولا ما فيهاش، وفيها لام شمسيه ولا ما فيهاش. لا، ده قال لي ليه؟ ده بدا باللام، يبقى ما فيش لام شمسيه اصلا، لان اللام الشمسيه لازم الحرف يكون قبله الاثنين مع بعض، الف ولام. ما ينفعش الف لوحده وبعدها تاء تقول لي التاء من الايه؟ لام شمسيه. لام شمسيه ايه؟ هو فين اللام اصلا؟ ما يبقاش لام لوحدها وبعدها تاء وتقول لي التاء لام شمسيه. لام شمسيه ايه؟ واللام الشمسيه على فكره تاتي مع الاسم، يعني ما تقوليش لتذهب وتقول لي التاء، ده تذهب اصلا فعل، واللام الشمسيه لازم يسبقها الف ولام. تمام، حروف اللام الشمسيه لازم يسبقهم الف ولام، يعني التاء يسبقها الف ولام، التاء
نفس الحرف ال 14، التاء والثاء، الدال والذال، الراء والزاي، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والظاء، اللام والنون، لازم يسبقهم ألف ولام. تمام؟ فأنا أقول إيه؟ لمراجعة، لمراجعة، لمو أهي، لي، ما قلتش لي، ما بدتش أهو، يبقى ما أعملش ياء. ما قلتش مو عشان أعمل واو، قلت إيه؟ لمو، لمو، را، الراء هنا ممدودة، لمو، راجعت، أهي. عرفتنا يا استاذ حاجه كنا ناسيينها. ليه؟ ادي اول مقطع. ليه؟ مو، ليه مو؟ راء، راء مد بالالف. جاعت، جا عت، الكلمه انتهت بتاء. اخذ العين الاول قبل ما انسى. الكلمة انتهت بتاء. يا استاذ دي لم ف... شا... عارفة تاء مفتوحة، تاء مربوطة، لا هي بتاع زيها كده بس معهاش نقطتين. ايه يا عم، ايه ده يا عم، ايه ده؟ ايه لمراجعة الكلمة اذا انتهت بتاء، اعرف الاول هي تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة. اعرف ازاي؟ حط الهاء الساكنة مكانها على طول، شيلها، شيل الهاء التاء دي وحط مكانها هاء ساكنه. لمراجعه. طب ما هي نفعت اهي. لمراجعه هي نفسها لمراجعه، تخيل نفعت، يبقى تاء مربوط. طب قال لي ايه؟ خدي بقى، خد بالك من شيء، اللام هنا حرف جر اصلا، فالكلمة التي تتصل باللام المكسورة ده اهي لازم تأتي في نهاية الكلمة مكسورة برضه، لمراجعتي. أما يجي يقول لي لمراجعتي، إذا انتهت الكلمة، قلنا من قبل أكثر من مرة، إذا انتهت الكلمة بكسرة أو فتحة أو ضمة، احذف الكسرة أو الفتحة أو الضمة وحط سكون، لمراجعة، هي نفسها، يبقى ما فيش مد بالياء. امال دي كسره، حرف مكسور. طيب وعرفنا متى تكتب تاء ومتى تكتب هاء. احط الهاء الساكنه مكان التاء، اذا نفعت تبقى تاء مربوط، ما نفعتش بالهاء الساكنه يبقى تاء مفتوحه. زي ايه؟ كرمت المديره الطالبه، كرمت المديره الطالبه، الثلاثه اخرهم تاء. كرمت، مش يا سيدي، مش انا عارف ان انت هي فعل، لا هعتبرها مش عارفها، كرمت تاء، ينفع اقول ايه؟ كرمه المديره الطالبه، كرمه المديره الطالبه، ما انت لازم تتكلم من الجمله، لا ما نفعتش، يبقى هي تاء مفتوح. تمام، نكمل. لمراجعه احدى كلمه تنتهي اهو، إحدى ألف وحاء ودال، يا سلام، ألف وحاء ودال، ثلاث أحرف وألف مد في الآخر، هل هو بقى ألف مد ولا ألف مقصورة؟ نعرف إزاي؟ هل الكلمة انتهت بألف مد نطقا قبلها ياء؟ لا، إحدى ده دال وبعدها الألف المد النطق. طب تمام، طب الكلمة زادت عن ثلاث أحرف؟ نعم، ألف وحاء ود إح أه. إح هذا أه. مقطع إح، إح داء الدلاهي، ده ثلاث أحرف وبعدها الحرف الإيه؟ الألف مد نطقا، فإذا زادت الكلمة عن ثلاث أحرف وانتهت بألف مد نطقا اكتبها الف مقصور. احدى، بشرط، بشرط الا يسبقها حرف الياء، ما يكونش قبلها حرف ياء، لو قبلها حرف ياء، لو الدال دي ياء يبقى هي الف مد،
تمام؟ إحدى العيادات، العيادات، ال أهو سمعت، قسم، قول لي، قلت لي إيه يا أستاذ؟ بقول لك العيادات، العيادات، بس هما ما بيقولناش كده يا أستاذ، هو يقول لك إيه؟ العيادات، صح، هو صح، وأنت لما تكتب هتكتب غلط، يبقى أنت اللي مخطئ. طب انت اخطات في ايه؟ هو قالها لي ما بيظهرليش المد، ما هو ما ظهرلكش المد، لان المفروض مش المفروض يظهر لك المد، المفروض سعادتك تعرف ان الكلمه فيها مد ولا ما فيهاش. طب انا هعرف ازاي اصلا؟ لما اقرا الكلمه قراءه املائيه، عشان كده بقول القراءه مهمه جدا للاملاء، القراءه مهمه جدا للاملاء، تمام؟ يبقى لما اقول ايه؟ قال ايه؟ انا بقول، انا بقرا لك اهو بوضوح، انا بوضح لك عشان اعرفك المقاطع الصوتيه ازاي تقسم الكلمه، تقسم الكلمه، كيف تقسم الكلمه الى مقاطع صوتيه، بعرفك اهو واحده واحده اهو. يبقى انت خليك معايا وركز، انا اقول له ايه؟ العيادات، ال يبقى الف ولام، مقطع اهو ما فيهوش ولا مد اهو، ال ال عيا 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 عين وياء مد بالالف اهو، عين اهي، العين يا ياء مد بالالف، يا ايه اللي اعرف مد بالالف؟ عشان الياء مفتوح، العيا دات دا الدال كمان مد بالالف، الا هي كلمة يجي فيها مدين بالألف وثلاثة، العيادات، الناس اللي بتيجي براحتها دي، بتيجي متأخرة دي، اقفل الكاميرا بتاعتك يا أستاذ اللي لسه داخل، وقول لي اسم حضرتك ايه؟ أنا الحاجة نوال، معلش كنت في عزا يا أستاذ. طب يا حاجة نوال، ما حدش يعزيك يا رب، مساء الخير، ما تشوفش وحش يا ما رب، لسه حدش جايين يعزيك، أهو، حاضر معلش. حاضر. العيادات، وانتهت الكلمة بتاع كما قلنا اهو، حط هاء ساكنة، ينفع العيادة، العيادة، ايوه يا استاذ، العيادة، لا في فرق ما بين العيادة والعيادات، العيادات مجموعة جمع، ينفع العيادة، العيادة، لا ما تنفعش، يبقى تاء مربوطة، آسف، تاء مفتوحة، العيادات، العيادات إيه؟ الصحية، كتبنا كلمة صحية قبل كده، المختصة، المختصة، أهي بسمع. طب أنا عايز أقرأ بقى، عايز أكتب زي ما هم بيملونا كده، إحدى العيادات المختصة، اكتب إحدى العيادات، صح؟ أنا قرأت كده يا أستاذ، بس أنا ما جيت أكتب، زي ما أنا قرأت كتبت غلط، ما إحنا قلنا أهو بتكتب الكلمة هكذا وتنطقها أكثر من مرة بالمد الطويل، يعني تظهر كل أركان الكلمة، ال ال أهي كده مقاطع صوتية، ال عيادات، اتعلم كده يا استاذ، والله اتعلم وتبقى احسن مني، اقسم بالله، العيادات كده واكتبها بالشكل ده واقراها بنفس الطريقه دي مره واثنين وثلاثه، واكتبها تاني اهو، واكتب نفس الكلام، نفس الكلمه اهي، العيادات، لكن بدون تشكيل، يبقى اكتب الكلمة بتشكيل وبدون تشكيل، واقرأ الكلمة بتشكيل واقرأها تاني بدون تشكيل، وانا بقرأها لازم ابين المد يا جماعة، لازم تبين المد عشان ما تغلطش، وبعد ما اقرأ كده وابين المد وتمام، اقرأها بقى بسرعة زي ما انا بسمعها من المعلم كده ومن اي حد، العيادات،
آه مش أول ما أكتب الكلمة أقول العيادات يبقى شكرا، بتكتب غلط برضه. لازم أقرأ الكلمة أكتر من مرة قراءة إملائية، وقبل ما أكتبها إملاء لازم أقسمها هي كم مقطع أصلا. قرأت قراءة إملائية، قسمت الكلمة مقاطع صوتية، كتبت إملاء صحيحة 100%. تمام؟ ونكتب الكلمة بدون إيه؟ حركات عشان نتعود نقرأ كده وكده. تمام، العيادات المختصة، المختصة، ال أو ال مخ يبقى ميم وخاء. ما تكتبليش بعد الميم مد، لأن لو بعد الميم مد استحالة يكون الحرف الخاء ما ساكن. الموخ، أنا قلت المو أبدا، قلت المخ، نطقت الميم على الخاء أهو، يبقى الخاء على سكون. المخ تصه تصه ت ت ت هنا لازم تكون مفتوحة، ما ينفعش تبقى مربوطة في نص الكلمة ولا في أول الكلمة. المختار ت، ما قلتش المختصة، ما تقولش المختصة، يعني تقرأها تاء وتنطقها طاء، هتكتب طاء غلط، هتكتب الكلمة غلط. المختار تاسو تاسو تاسو، وحاول أفرق ما بين التاء والصاد في النطق عشان أظهره. المختصة تاسو، المختصات، المختصة صا صا صا، حرف غليظ، ما تقولش ايه المختصة طاء وتروح جاي عامل لي طاء وسين، ما شاء الله والدنيا حلوة معاك. ماشي، المختصة صا، اظهر الصاد في النطق، ايوه عشان ابان صا. طيب اهي يا استاذ، المختصة تو تو، لا مش هنقرأ المختصة تو، هنقرأ المختصة انتهت دي يا استاذ، المختصة ها اهي واضحة ايه؟ إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة قلنا إيه؟ آسف، إذا انتهت الكلمة بتاء نحط هاء ساكنة. ها على سكون أهي. وفي النطق، إذا انتهت الكلمة في النطق بتاء حط هاء ساكنة مكان التاء. وإذا انتهت الكلمة في النطق بهاء. بهاء أهي، هاء المختصة، ها المختصة، ها المختصة، هي كده صح؟ لا غلط. ليه ما انت قلت المختصة؟ ما لسه اقول اهو، اذا انتهت الكلمة بتاء في النطق حط هاء ساكنة، واذا انتهت بهاء في النطق حط ضمة. واقرأ الكلمة بالهاء المضمومة، يبقى الهاء الساكنة مع التاء والضمة مع الهاء، ينفع اقول المختصة هو العيادات المختصة هو؟ لا طبعا، تصدق ما نفعتش بالضمة، يبقى حط لها نقطتين بقى يا اخي، اهو حل في ايدك اهو، يبقى ايه المختصة. وتقوم 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 وتقوم، ركز في النطق في الحروف المتشابهة يا استاذي، نطقت صح هتكتب صح، نطقت صح قرأت صح وجيت تنطق مع نفسك نطقت غلط هتكتب غلط. يبقى لما أقرأ صح لازم أنطق صح، أهو بتاء وتقوم وتقوم وتا، مقطعين أهو، قوم المقطع الثالث، قوم الرابع أهي، و أول مقطع واتا. طب الكلمه دي يا استاذ ما فيهاش لام شمسيه؟ ليه؟ ما هي تاء اهي يا استاذ، والواو حرف زائد. هو انا نطقت التاء مرتين؟ وحتى لو انا نطقت التاء مرتين، عشان انطق التاء مرتين لازم احدد الكلمه الاول هي اسم ولا فعل. لسه بنغلط يا استاذ في الاسم والفعل. الاسم جميع ما خلقه الله من أول السماء للأرض فما بينهما،
كل ده اسم، اي حاجه خلقها ربنا. خلق الله الملائكه والسماء والارض والجبال والحيوان والطائر والنبات، كل المخلوقات اللي ربنا خلقها اسم، وكل ما صنعه البشر او غير البشر اسم. كل ما صنعه البشر، يعني انا في واحد صنع القلم، النحلة صنعت العسل، مش لازم البني ادمين بس، كل المصنوعات اسم، كل ما صنع اسم وكل ما خلق اسم، غير كده الباقي افعال. فيقول لي ايه؟ وتقوم، وتقوم دي ايه؟ ايه تقوم دي؟ تقوم دي من المصنوعات؟ ابدا. من المخلوقات؟ ابدا. تقوم يعني معناها ايه؟ يعني تقوم، يعني حركة. وقلنا من قبل ان الفعل، الفعل ركز معايا، يأخذ وقت من الزمن. فكلمة تقوم، تقوم اهي خدت وقت من الزمن وهي تقوم، تمام. طالما اي شيء خد وقت من الزمن ما يبقاش اسم، يبقى فعل. وتقوم، قاف مد بالواو، وتقوم، وتقوم ايه بقى؟ الطبيبات، 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 هنا اهو الف مفتوحه بعدها حرف مكرر مرتين. يبقى الكلمه لام شمسيه، لان الطبيبات بني ادمين اتخلقوا، يبقى اسم، يبقى الف لام طاء. اهي واضحه وصريحه. الطبيب باء، باء مد بالياء. الطبيب باء كمان مد بالالف كمان. ايه يعني المشكله؟ الطبيبات تاء مفتوحه، تمام. ليه ما ينفعش اقول ايه؟ وتقوم الطبيبات، ما تنفعش. الطبيبات لم ت... ما نفعتش بالهاء الساكنه، تبقى تاء مفتوحه. وتقوم الطبيبات المختصات، المختصات. شوف هنا، شوف هنا، المختصات، المختصات. مد بالألف، صاد مد بالألف. المختصات، تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ تاء مربوطة يا أستاذ. لا، لازم تحط هاء ساكنة أوي. ينفع أقول المختصات؟ لا، تبقى تاء مفتوحة. المختصات. وأقول لك على حاجة جميلة، جميلة. المختصات بنقول عليها جمع مؤنث سالم، مفردها مختصة. الطبيبات مفردها طبيبة. الآنسات مفردها آنسة. الفتيات مفردها فتاة. فالكلمة التي تنتهي بألف مد نطقا بعده تاء، يعني آخرها ألف وتاء. القارئات مفردها القارئة. العاملات مفردها العاملة. أي كلمة تنتهي بألف وتاء، ركز معايا، بس كل مؤنثة، جمع مؤنث. العاملات يعني عاملة وعاملة وعاملة. الموظفات موظفة وموظفة وموظفة، ها، تمام. القاضيات، القاضيات، قاضية وقاضية وقاضية. أما القضاة، القضاة، بتكلم عن مذكر، القضاة، غير كلمة القاضيات. القاضيات واضحة. الآنسات، المعلمات. فإذا انتهت الكلمة بألف وتاء، وهذه الكلمة هي جمع مؤنث، يبقى التاء مفتوحة على طول. طب هعرف إزاي بقى؟ هقول لك أهو. المختصات، احذف الألف والتاء وحط تاء مربوطة على ضم. المختصة أهي، أهي. العيادات، احذف الألف والتاء وحط التاء المربوطة على ضم. العيادات،
العيادة أهي الكلمة لم تتغير، يبقى التاء بتاعتنا تاء مفتوحة، فالتاء المفتوحة تلزم الفعل وتلزم جمع المؤنث السالم، تمام؟ بإعطاء، بإعطاء، الله على كلمة بإعطاء دي، بإعطاء، بإعطاء، يبقى أنا عندي هنا مد واحد أهو، بإعطاء، مد بإيه؟ ما أنت فاتح فمك أهو، اقفل يا أم عمرو، اقفل الكاميرا أنت دخلت إيه؟ بإعطاء، 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 أهي أدي الباء. بي إي الهمزة، الهمزة يا أستاذ، بي إي الباء مكسورة، بي إي، لا وكمان الهمزة مكسورة يبقى على نبرة. غلط. لا يا أستاذ مش غلط. الهمزة المتوسطة تأتي على نبرة إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور. وهنا مكسورة واللي هي مكسورة واللي قبلها كمان مكسور. برضه غلط. ليه بقى غلط؟ الهمزة المتوسطة يعني تأتي في وسط الكلمة، صح؟ صح يا أستاذ. هذه الهمزة لا تأتي في وسط الكلمة. لا بتهرج يا أستاذ، أهو بعد الحرف الأولاني في وسط الكلمة، مش ولا كلمة. أنت صح. بعد الحرف الأول إذا جاءت الهمزة فهي في وسط الكلمة، بس بشرط أن هذا الحرف يكون من أصل الكلمة وليس حرف زائد. بمعنى ايه؟ احذف اهو بإعطاء، احذف الباء المكسوره دي بقت ايه؟ اعطاء. اي صدق اعطاء، صح صح يا استاذ. طب اعطاء يعني الهمزه تعتبر جت في الاول، الهمزه لما تيجي في اول الكلمه تكتب على ايه؟ ايوه يا استاذ على الف، برافو عليك. ما هي اكتبها ايه؟ بي اي. طب الهمزه فين بقى يا استاذ؟ تحت طبعا، ما قالك بي اي، بي اي الهمزه مكسوره اهي، يبقى الهمزه تحت الالف، انا الالف اهو بي اي، واذا هي الباء حرف زائد. بي اع اع طاء، طاء مد بالالف، بإعطاء اي دائما حرف الجر الباء أو الكاف أو اللام إذا اتصل بالكلمة، الكلمة تنتهي بكسرة. إذا كانت مفردة طبعًا قصة طويلة عليكم. تمام؟ بإعطاء. مش هنقول التعليمات، هنقول إيه؟ نقول برضه ماشي. التعليمات. التعليمات. التاء، 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 قبل فقط التاء. طيب ألف ولام وتاء يا أستاذ عشان التاء نطقت مرتين، برافو. التع، التع، ما اقراش الكلمة كلها، أنا الكلمة مقاطع أقرأها مقاطع. التع لام مد بالياء. طب لو أنا ما كتبتش المد باظت الكلمة. التع التع لمات، لمات التعليمات، 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 التعليمات. أصل الكلمة إيه؟ التعليم، تعليمة، تعليمة إيه؟ معلومة، معلومة ومعلومة، معلومة، معلومات، تعليم وتعليم وتعليم، تعليمات، تمام؟ التعليمات. انتهت بتاع مفتوحة ليه؟ لأن ما ينفعش أقول التعليمات، ما تنفعش والله. التعليمات والدواء، والداء، والداء، يبقى واو ودال، واو ولا أهو، والداء والدواء. الله، إيه الهنا اللي أنت فيه ده؟ كلها غلط. ليه يا أستاذ؟ أهي والدواء اهو يا استاذ. ايه يا استاذ غلط؟ غلط والله يا اخي. ليه؟ ما تركز بس. بقول لي ايه؟ والدواء
نطق الحرف الزائد بعده حرف مكرر مرتين، الكلمة اسم ولا فعل؟ ده مصنع ولا حد مصنع يا أستاذ من ضمن المصنوعات، يبقى اسم، يبقى الاسم في ألف ولام، ودا واللام هنا لام شمسية أهي، ودا أهي، واو مد بالألف، ما أنت لما تحط الهمزة على الألف، الألف هنا مش مد، لازم المد ألف بدون همزة، لو وضعت فوق همزة أو تحت همزة شكرا ضاع، ما بقاش مد خالص. والدواء، امال احط الهمزه فين؟ على الواو، يا راجل الواو ايه ده اخر الكلمه الف، على احطها على الالف، ما لو حطيتها على الالف ما بقاش مد، وهو اصلا فيه مد على السطر يا استاذ. والدوائي، لو قلت والدوائي هي برضه والدواء، والدواء هي برضه والدواء. طبعا نكتفي بهذا القدر، اي استفسار اي تواصل حد عايز يشترك من الاحباء والاقارب والاصدقاء في الدوره الجديده يتصل معانا على 010-2-11-69941، ده من داخل مصر، ومن خارج مصر زائد 210-2-11-69941، ولقاء آخر نترككم في رعاية الأمن احنا وإن مع شاء الله. حضرتك يا استاذ ان شاء الله على طول باذن الله. على رأسي يا حاج ندي، على رأسي. الله يخليك ان شاء الله، يعني مش هسيب حضرتك باذن الله، يعني ان شاء الله. لو في أي تعليقات على الشرح ده، حد عايز حاجة تانية جديدة خالص قبل الشهر بتاعكم ما ينتهي، يقول لي عليها. الشرح جميل قوي يا ميس، تسلم. ربنا يخليك يا استاذه امل. ها، اي حد لا عايز اي حضرتك حاجه جديده في حاجه انا ما شرحتهاش وعايز يفهمها، يا ريت يقول لي عليها، الله يخليكم. عايزين نطلع ما الطلاب ان شاء الله من الشهر ده ممتازين جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تنساش الإملاء بس. حاضر، عينيا الاثنين، الاملاء ان شاء الله هتجيلكم باذن الله النهارده، باذن الله بالليل تحت إن امركم. شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.